مش طبيعي انك تاخد علاج وانت متعرفش تأثيره ايه عليك، ولا من الطبيعي انك تشتري لبس انت مش عارف هو على مقاسك ولا لأ. كل دي تساهلات بتأدي بينا بعد كده للندم. احب الاول اصبح عليكم المشاهدين واصبح على زميلتي سماح وزميلتي رضوى. صباح الخير. صباح الخير يا عمر. صباح النور. صباح النور عشان المشاهدين. قولي لنا يا رضوى، هي فترة الخطوبة ليه اصلا؟ هي بص يا عمر، خلينا نتفق في الاول كده ان الجواز ده عبادة ربنا شرعها سبحانه وتعالى، واهم خطوة من خطوات الجواز هي فترة الخطوبة. تمام. فترة الخطوبة معمولة علشان كل واحد، في سواء كان راجل أو ست، يقيم شريك حياته إن كان هو كفء ولا لا، يقدر يتحمل مسؤولية بيت، يقدر يتحمل مسؤولية تربية أولاد، يقدر يتحمل مسؤولية وجود شخص تاني في حياته. ولو إحنا مركزناش في فترة الخطوبة للأسف بنقع في أخطاء كتير. والله انت كلامك صح جدا. اعتقد ان هي الفتره المهمه، لان هي اللي بتبني المستقبل او بنبني عليها بعد كده فتره كبيره شبه ابديه، يعني لحد ما نكمل مع الشريك الصح او الغلط. ما تقول لنا سماح، ايه مثلا الاخطاء اللي ممكن نقع فيها يعني واحنا بنختار؟ اكيد ما بنبقاش عارفين، ودي تجربه، واحنا ممكن يكون اللي قدامنا بيكذب علينا او ما بيكذبش، احنا ما بنبقاش عارفين الاختيار هيكون صح ولا غلط. فايه الاخطاء اللي ممكن نقع فيها اصلا يعني؟ اول خطا احنا بنقع فيه يا عمر الحب. الحب ساعات بيعمينا، ما بنشوفش العيوب اللي في الشخص اللي قدامنا. شايف بيبقى في كذا عيب ظاهر قدامنا احنا ما بنشوفوش من كتر ما احنا ما بنحب. لا، انت حاولي ما تتحكميش قلبك قد ما تحكمي عقلك، يعني سواء للراجل او الست. اذا كان الراجل او الست ما يحكموش القلب اكتر من العقل. خلينا نفكر بعقلنا شويه عشان نقدر نشوف العيوب اللي قدامنا يعني اكتر من المميزات. يعني في عيوب كتير اصلا بتبقى احنا شايفينها وبتبقى ظاهره، بس من كتر الحب اللي جواك ما اختفت. بس هو على العموم مفيش حد كامل يعني، ولا اكيد مشاهدين عارفين مفيش حد كامل، كلنا عندنا نقص اكيد، وكل واحد بيدور على اللي قدامه ان هو يكون فيه كل حاجه، بس هو الطبيعي ان مفيش حد فيه كل حاجه. تمام يا عمر، بس هي في فكره مثلا بيبقى مثلا عديم المسؤوليه، سوري مش ما عندوش كفاءه، ما عندوش يعني الحب الكافي للشخصيه اللي قدام بيمثل عليها، هي ما بتقدرش تعرف ان هو بيمثل او ما بيمثلش، بيكذب او ما بيكذبش من كتر حبها ليه. طب احنا ممكن نعرف يا رضوى يعني بيمثل او ما بيمثلش؟ دي نعرفها ازاي يعني؟ هي بالمواقف يعني احنا نحطه في موقف او نحطه في وسط ناس، ولا احنا المفروض بنعمل ايه عموما؟ بالظبط، بالمواقف. المواقف في فتره الخطوبه بتبين جدا ان كان الانسان اللي قدامي ده فعلا يقدر يتحمل مسؤوليه ولا لا. في شغله بيبان جدا، في شغله بيبان جدا، مع اهله هل هو كويس مع اهله ولا لا، ده برضو بيبين. لو احنا عرفنا ان هو خلاص مش هينفع، احنا الاثنين مش نافعين لبعض، في نوع من الناس اللي هم مرتبطين بقالهم كتير بس بيخافوا ان هو ينفصلوا، يعني بيقولوا ايه الناس هتقول علينا ايه يعني، هم مرتبطين بقالهم فتره اذا كانت سنه او اكتر، وكل الناس شافوهم وعارفين ان هم مع بعض، فهم بيقولوا ايه لا احنا ننفصل ليه، مع انهم عارفين ان العلاقه مش حلوه وممكن يعني يكون فيهم ويكون فيها خناقات. مرتبطين ايه، جواز ولا خطوبه؟ خطوبه. تمام. هم مرتبطين وعارفين ان هم مش هيكملوا. تمام. العلاقه فيها مشاكل، هي ما بينهم مش لازم تكون ظاهره للناس. تمام. ومع ذلك بيكملوا، بيقولوا ايه علشان الناس ما تقولش علينا. انتوا ايه تعليقكم على الموضوع ده؟ بالظبط، هو فعلا للاسف في ناس كتير بتفكر بالشكل ده، ان هم بيخافوا من الفراق بعد قصه حب طويله، ممكن يبقى في العلاقه بتاعتهم في مشاكل وخناقات بتقعد بالشهور، والاهل بيتدخلوا ويصالحوا، ولما ميعاد الجواز بيقرب بيكملوا عادي برغم ان العلاقه دي فيها مشاكل، بس بيكملوا عادي عشان خايفين من كلام الناس. صح جدا. قبل ما نكمل مع سماح في مكالمه من ياسمين نرد عليها. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير عليكم، كلكم منورين. صباح النور. صباح النور. ايه رايك في موضوع حلقتنا النهارده، اختيار شريك الحياه؟ هو جميل وانتوا اجمل بصراحه، ما شاء الله عليكم. ربنا يكرمك يا رب. انت ايه رايك؟ منوره يا رضوى. الله يخليك يا حبيبتي. حبيبتي ماشي، رضوى لوحدها. منورين كلكم والله، عايز جدا بصراحه. ربنا يخليك يا رب. انت ايه رايك في شريك الحياه؟ ايه يعني ايه اللي لازم يكون موجود فيه علشان انت تختاريه؟ يعني حاجه اساسيه ما ينفعش ما تكونش فيه. بص، هو قالنا اصلا ان احنا نختار معايير معينه، بس احنا الشباب منهم ما فيش الوعي ده دلوقتي، بيدوروا على الحب وعلى الشكل والحاجات اللي بتخلي العلاقه تفشل بسرعه دي، لان طبعا ما فيش حاجه مني دايما يعني. اكيد طبعا. صح.
طيب بس هو يعني اهم برضو حاجه يكونوا متفاهمين، يعني هو التفاهم اللي صح بيزود عمر العلاقه يعني، بالظبط وبيخلي يعني الدنيا تبقى حلوه كويس يعني. صح صح جدا، صح شكرا فاهمه. جدا ان انا لاتصالك يا ابقى ياسمين معانا. فاهماك وانت فاهمني دي شيء حلو يعني، فاهمني ان انا مثلا اكيد هتعدي لي حاجه هعدي لك حاجه، في بينا تفاهم، فاهم ايوه قصدي؟ مش شرط ابرر لك الموقف انا مريت بيه ازاي. صح بالظبط، صح كل جدا، واحد يحاول يرضي التاني على قد ما ايوه عشان بالظبط. هي تعدي. لكن الرجاله صح بقى يعني مش عايزه اكون متحامله على حد، بس بعض الرجاله لا هو ده رايي يعني، هتعملي غلط صح اعملي بقى عيش، هو ده اللي بالظبط عندي اكيد طبعا. فاهماني؟ فده اللي بيفشل العلاقات يعني. صح جدا، صح شكرا فعلا جدا لمكالمتك حبيبي معانا يا ياسمين. زميلي. اعتقد ان ياسمين قالت نقطه مهمه جدا، هي التفاهم. يعني حلو جدا ان انا اكون متفاهم مع اللي قدامي، بس عايز اقول لكم برضو ان مش التفاهم بس اكيد هو اللي هيخلينا نستقر، هو ده المعيار اللي احنا نشوفه. انا متفاهمه معاه، لما انا ممكن اكون متفاهمه معاه كل حاجه، بس برضو هو ما ينفعش يشيل مسؤوليه بيت ولا بس اسره في ولا عيال. حاجة أهم من التفاهم يا عمر، ايه الصراحة ذات نفسها. أنا ممكن أمثل على اللي قدامي إن أنا متفاهمة معاه فترة الخطوبة، حاضر وتمام وماشي يا حبيبتي اللي أنت عايزاه، متفاهمة معاه جدا، وبعد الخطوبة تلاقي نفسها هي إيه ده، أنت كنت متفاهم، أنت كنت فاهمني، أنت كنت كذا، تلاقي لا. أنت خليك صريح مع نفسك وصريح معاها، صح الصراحة ما بينهم كويسة يعني. لو صح هو ده حقيقي فعلا اتعامل معاها بصراحة انا ما بحبش كده او بحب كده، وهي نفس الكلام اتعاملت انا بحب كده او ما بحبش كده، بيبقى احلى كتير يعني. الصراحة اهم كتير من التفاهم. صح جدا. يعني انا شايف برضو ان من الاخطاء اللي احنا ممكن نقع فيها هو الجواز لمجرد الهرب. يعني انا ممكن اكون عايز اهرب من بيت عيلتي بسبب القسوة، مثلا لو في قسوة في البيت. بالظبط، اللي هو في بنات كتير فعلا كده يعني بتهرب من قسوة البيت، سواء قسوة من الأب أو من الأخ، علشان مجرد إنها تهرب، فبتختار بقى أي حد يعني. لو أي عريس تقدم لها سواء كان مثلا كبير في السن أو حاجة بتوافق على طول، وده طبعا غلط. بصي، يعني انا شايف ان انت بتقولي يعني القسوة وان هم بيهربوا، بس برضو مش لدرجة ان هي تروح لأي حد وخلاص، ما اكيد برضو بتختار ولا ايه؟ لا يا عمر، هو لا، ممكن في ساعات بنات بتحصل كده. حاجة هي مش بتهرب، هو ممكن يضحك عليها بالكلام الحلو، فبالتالي البنت لما بتسمع كلام حلو، صح يا رد، لما تسمع كلام حلو انت حبيبتي وانت حياتي وانا ظهرك وانا سندك، فبتبدا الظهر والسند اللي موجود جوه البيت ذات نفسه هي ما بتحسش بيه، ان بيبقى فيه قسوه بقى اذا كان من الاب او من الام او من الاخ، فبتبدا تلجا للشخص ده زي ما انا قلت كده في الاول، ان هي ما بتبصش بقى على عيوبه، بتبدا بقى بمرايه الحب بقى ايه اللي هي بتبدا بالظبط. تشوف مميزاته، ان هو ظهري ليها سند ليها. المشكلة في التفكير فعلا. ايوه بالظبط طب فعلا. انا كشاب انا هختار ايه؟ يعني انا لما اجي اختار، يعني الرسول في حديثه عليه الصلاة والسلام قال في اصفر بذات الدين. هل معنى كده ان اول حاجة ابص لها الدين بس، او هي اول حاجة ابص لها الدين بس؟ مش الدين بس اللي ابص له، ممكن تكون ذات دين بس نكدية انا ابص لها ليه، ذات دين بس فيها حاجة انا عايزها مش موجودة. فانا شايف ان اصفر بذات الدين، يعني هي عندها دين حلو نتعرف، وبرضو نفس الشخص عند الرجل اللي هو ذات دين وخلق انا ادخله بيتي، ايوه نحب اتعرف عليك، بس مش معنى ان هو عنده دين ان انا موافق عليه او ان انا خلاص هو ده اللي اخترته. ولا انت رايك سماح؟ فعلا يا عمر، بس هي الفكرة ان في اسس او في قواعد لازم نأسس عليها بيت، وبعد كده بنبدأ نفكر في اللي بعد كده اللي هو بقى ايه، الحب، الشكل، الكلام ده كله. انا عشان ابني بيت صح لازم أن يكون الولد او البنت متدينين، يعرفوا ربنا، ان هو لو بيتقي ربنا وبيخاف من ربنا هيخاف عليها صح جدا. وهيعاملها بما يرضي الله زي ما ربنا قال، وهي نفس الكلام هتعامله زي ما ربنا قال بالظبط. طب قبل ما نكمل معانا مكالمة. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. بحب اصبح عليك يا عمر وعلى سماح وعلى رضوى. صباح النور. صباح النور. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا رب. وانت طيبه حبيبتي. صح، طبعا النهارده شعبان. دلوقتي سربرايز لسماح لان انا منى. سماح صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل يا منى. صباح الفل يا حبيبتي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. ايه رايك يا منى في موضوع حلقتنا النهارده؟ بص، موضوع الحلقه حلو جدا جدا، انتوا بتتكلموا في موضوع فعلا يهم كل بنت وولد. حابه ان انا اشترك معاكم في الموضوع، ان ازاي تختار شريك حياتك. هو طبعا ليه اسس ومبادئ. تمام. اول اساس ان احنا لازم نبص على حياته الدينيه، هو متقرب لربنا ولا لا. تمام.
وحياته باسرته وبالعيله. اذا كان قريب للاسره وللعيله فطبعا دي حاجه كويسه جدا. اذا كان بيحترم والده ووالدته فاعتقد يعني اتاكدي ان هو لازم هيحترمك. تمام. علاقته بوالدته دي اهم حاجه. اكيد طبعا. علاقته بوالدته وعلاقته بربنا. بالظبط. ميرسي جدا ليك. جدا جدا في الحياه. ميرسي جدا ليك. شكرا جدا لمكالمتك. في بقى قبل ما نختم في قصه لملك انجلترا جميله جدا يعني حبيت ان انا اشاركها معاكم عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. الملك لويس الثامن ملك انجلترا حب في مره ان هو يتجوز بس كان عنده 43 سنه يعني هو لحد ما وصل 43 سنه ما لقاش فتاه احلامه او اللي هي تنفع يتجوزها بالظبط. فلما وصل بيه الموضوع ان هو لقى خلاص شريكه حياته المشكلة ان هي كانت مطلقة قبل كده وفي القانون البريطاني ما كانش ينفع ان انت تتجوز واحدة مطلقة فهو ساب الملك اتنازل عن الملك علشان يتجوزها وفضل ان هو يكون ملك في بيته عن ما هو يكون ملك على شعب بريطانيا كله. ودي حاجة اللي هو فعلا ما كدبش عليها ولا قال اي حاجة ده اتنازل عن الملك علشانها وعلشان يكمل معاها حياتها. اجمل حاجه دي الحقيقه والصدق والثقه. أيوة بس دي مشكله احنا بنعاني منها دلوقتي يا عمر إيه؟ اللي هي المطلقه دي في مجتمع شرقي يمكن الست بتستحمل كتير جدا وبتخاف تتطلق وبتخاف لا انا هستحمل وتيجي على نفسها فعلا بسبب كده. بصي ده موضوع كبير يا طول شرحه ده عايز حلقه ثانيه حلقه لوحده. انا كنت مبسوط معاكم جدا وانا جدا وانا جدا. احنا كده وصلنا لنهايه فقرتنا بس حلقتنا لسه مكمله معانا الفقره الجايه الفقره الفنيه مع مستر بلال ومعانا كمان سكتش كده او برومو صغير هنتفرج عليه لضيوفنا اللي هيكونوا معانا الفقره الجايه ان شاء الله. نروح نشوف البرومو سوا.